وضمن الاجراءات الاحترازيه لمكافحه فيروس كورونا علقت دوله الكويت اليوم استخدام المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه للبطاقه الشخصيه للتنقل من والى دوله الكويت مؤقتا في اطار الاجراءات لمواجهه فيروس كورونا المستجد ونقلت وكاله الانباء الكويتيه عن بيان لوزاره الداخليه ان القرار يستثني الكويتيين الموجودين بالخارج في حال خروجهم بالبطاقه المدنيه ومواطني دول مجلس التعاون الموجودين داخل الكويت واوضحت ان هذا الاجراء مؤقت ومن شانه اطلاع الجهات المعنيه بالمنافذ على الدول التي زارها القادم قبل وصوله لدوله الكويت لتطبيق الاجراءات الاحترازيه الصحيه عليها